ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بألف خير. والنهاردة نجيب لكم فيديو جديد، وهو ازاي احنا بنأكل الزغلول بالزغاطة. تمام، طبعا الزغلول دوت انا ايه السبب اللي خلاني انزله من عند اهلي، ان النتاية باظت. تمام، هو في السن ده، فانا في السن ده بقى امره سهل ان انا اكله يدوي على ايدي. طيب انا بستعمل ايه عشان اكله يدوي؟ انا بستعمل ليه دي يا جماعة الزغاطة. تمام، كل اللي أنا عايزه زغاطة زي دي. تمام، وسرنجة 50 سنتي زي دي. السرنجة دي بتتجاب من عند أي صيدلية، تقول لهم عايز السرنجة تقريبا اللي هي 50 سنتي بتاعة البواسير، يعني دي تقريبا، يعني أنا مش فاكر إن يوم ما جبتها قلت كده ولا لأ، بس هي دي تقريبا بتاعة البواسير. تمام، طيب أنا دلوقتي بستعمل إيه؟ دي الزغاطة يا جماعة، وده كيس الكلفة. تمام اهو، هل انا بعبي الزغاطة؟ طبعا كل اللي هيخش فيها اللي هو الذرة الصغير، الذرة العواجة. تمام، انا كده دلوقتي الزغاطة اتملت اهي يا جماعة. طيب انا بعمل ايه؟ بجيب اي علبة صغيرة. تمام، اي حاجة. يعني دلوقتي اكلة من بتاعة العصافير، بحط فيها شوية مية وبحط صباعي كده في اول السرنج عشان الاكل ما يقعش، قصدي الزغاطة، وبضغط. تمام اهو، بضغط اهو ضغطة بسيطة وبحطها في المية واسيب ايدي بحيث انها تتملى ميه. تمام، وبجيب الزغلول اهو، وهي ضغطة واحدة. تمام، هي دي الطريقة اللي انا بأكل بها الزغلول. تمام، فانا هأكله معاكم للآخر، وهحكي لكم يا جماعة على حاجة. طبعا انتوا عارفين ان انا كان عندي عيش مكي تاني. تمام، وكانوا طالعين نتايتين. المهم انا مشيتهم النهاردة وباكل حلو، فاللي هو بقى الصدمة ان انا، طبعا انتوا عارفين ان انا الدكر اللي عندي النتاية ماتت، وكنت ناوي ان انا اعمل قصين، كنت هدي نتاية دوت طلع دكر. تمام، فانا اللي هو هعمل ايه؟ انا هكلم اللي انا مديله الحمام واعرفه ان اللي معاه نتايتين، برغم ان انا قايله اللي معاه نتايتين. قال لي مش مشكله، انا محتاج بس حمام يكون شكله حلو، انا كده كده ما بربيش الا بلدي، بس محتاج جوز معاهم يكون شكله حلو، اللي هو ايه، يبقى زينه اتفرج عليه. قلت له تمام ماشي. فطبعا ده طلع دقش. تمام، فانا هكلمه اللي هو احاول ان انا ابدل معاه نتايه بدقش، لان ده الذكر هبدله معاه بحيث ان هو يكون كده عنده ذكر ونتايه، وانا اجيب منه نتايه، واما تكبر اديها للذكر اللي عندي اللي هو نتايته ماتت. ما هو انا غلطان ان انا ما استنيتش عليهم، كان ده حتى كبر شويه وكنت اديت له قصه على بعض، بس انا يعني لما جيت اديهم له انا عرفته ان هما نتايتين. طب انا بعرف ازاي الذكر من النتاية هما في السن ده؟ هبقى انزل لكم فيديو ان شاء الله اللي هو ازاي بنعرف الذكر من النتاية هما لسه زغاليل. تمام، بصوا يا جماعة، اهم حاجة في التأكيل اليدوي ان احنا ما نملاش يعني المعدة بتاعت الزغلول على اخرها. تمام، اهم حاجه ان معده الزغلول ما تتملاش. هو كده بصوا اهو، تمام، وكده المعده تمام فيها اكل. طب انا ليه ما املاش المعده اكل؟ بحيث ان طبعا انا بشربهم ميه بعد كده، الميه انا بشربها بالسرنجه دي. تمام اهو، فاللي هو كده معدة الزغلول اتملت اكل وميه، لكن لو ملتها له اكل وبعد كده حطيت الميه الاكل هيشرب الميه، ف يعني الزغلول معدته الاكل فيها
يعني هيبقى كتير، فهيتجمد جواه اللي هو هيخنق الزغلول اصلا. فعشان كده احنا بنملى المعدة اكل، نص معدته اكل، وبعد كده بنكمله بالباقي ميه، بحيث ان يكون نسبة الاكل زي نسبة الميه. تمام، وبس. هو ده كان فيديو النهاردة يا جماعة. ياريت لو انت بتشوفني لأول مرة اشترك وفعل الجرس، وما تنساش تدعمني باللايك، ولو عندك اي سؤال سيبولي تحت في التعليقات.